السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحتين 56 و 57 من كتاب لوازيس ديمو المستوى الثالث ابتدائي. عندنا اليوم اكتيفيتي دو ليكتور، يعني أنشطة القراءة. السؤال اللي عندنا في الأول يطرحه لكم الأستاذة الأستاذة: Comment peux-tu décorer les murs de ton école? كيفاش يمكن لك انك تزوق او ديكوري او تزين الحيوطه ديال المدرسه ديالك؟ شنو واش غدير فيهم رسومات؟ واش غتصبغ فيهم؟ شنو غادي دير فيهم؟ وعندنا لو تيكست 3، النص 3، لو برينتون سور لي مور، يعني الربيع، فصل الربيع في الحيطان ديال المدرسة، يعني نرسموا شي حاجة عندها علاقة بالطبيعة وبفصل الربيع. نشوفوا أول حاجة، نحاول نجاوب على الأسئلة ديال جو دي سكو جو فوا، يعني أقول ما أشاهده. بطبيعة الحال عندي لوبسيرفاسيون ديال هاد الصور. هنا كيبان واحد الوليد مع ماما، هنا كيبان أطفال ديال السنة الثالثة ابتدائي كما كتشوفوا كيرسموا في الحيط ديال المدرسة، كيرسموا الحمام، كيرسموا الشجر، الطبيعة، الواد، خضورية. هنا في الصورة الثالثة كيبان بأنهم عاجبهم داكشي اللي كيرسموا، هما كيشوفوا كاينة قنطرة، كاين الواد، كاينة الخضورية، الحقول، كاينة الشجر، كاينة الحمام. واضح مزيان هذاك الصور ديال المدرسة ديالهم. نحاول نشوفوا الصفحة 57 اللي فيها الأسئلة ديال جو دي سكو جو فوا. السؤال الأول يقول: كي vois-tu sur la première image؟ شكون كتشوف في الصورة الأولى؟ كي نقدروا على كي، نقدروا على من يعني شخص، شكون من الأشخاص ديال الصورة الأولى؟ إذا شكون كتلاحظوا في الصورة الأولى؟ كاين هذا وليد مع ماما أو الأستاذة ديالو، غالبا هذه غتكون الأم ديالو. إذا شنقولوا؟ sur la première image je vois un garçon et sa maman. Sur la première image, je vois un garçon et sa maman. Quand je vois le lit de ma maman. Voilà. Où se trouve le petit garçon et sa maman? Aïna. Où? Mais quand je vois où, je vois Aïna. Mais je vois qui? Je vois men. Où se trouve le petit garçon? Aïna, il est à Wajado. A tefle sarir wa ummo. Finkeine. واش راهم في السوق؟ واش راهم في المدرسة؟ واش راهم في المنزل؟ هنا كنلاحظوا بأنهم جالسين في الصالون ديال الدار. إذا شنو غنقولوا؟ لو غارسون إي سا مامون سون دون لا ميزون. الوليد وماما راهم في المنزل ديالهم، كيبان بأنهم جالسين في الدار ديالهم. السؤال الثالث يقول: كو فون لي زونفون دون لي زيماج 2 إي 3؟ شنو كيديروا الأطفال في الصورتين الثانية والثالثة؟ شنو كيديروا دوك الأطفال؟ إذا لاحظوا معايا الصورة الثانية، هاد الأطفال كيرسموا في الحيط ديال المدرسة، والصورة الثالثة كيتأملوا داكشي اللي رسموه. واضح؟ إذا شنو غادي نقولوا؟ شنو غنقولوا؟ لي زونفون فون دي ديسان سور لي مور. الأطفال كيديروا رسومات في الحيطان ديال المدرسة. سور لي مور. السؤال الأخير هنا في هاد جو دي سكو جو فوا، قال لك: كو فواتو سور لي ديسان دي زونفون؟ شنو كتشوف في هاد الرسومات ديال الأطفال؟ يعني شنو رسموا لنا دوك الأطفال؟ شنو رسموا دوك الأطفال؟ إذا شنو كتلاحظوا؟ أنهم رسموا الشجر، الحمام، الطبيعة، الواد، الخضورية، هادشي اللي رسموا الأطفال. إذا شنو غادي نقولوا؟ جو فوا ان شون، كيبان لي حقل، حقل ديال الزرع. avec des fleurs. OK, الورود، هذا الحقل فيه الورود. et des colombes. OK, حمامات. sur les branches d'un arbre. فوق الاغصان ديال الشجره. هو كاين واحد المساله، كولومب راه ما كنقصدوش بها الحمامه، راه واحد النوع من الحمام سميتو اليمام، وبالدارجه كنقولوا له غريغر. كتسمعوا ديما كيدير غر غر غر، كنسميوه غريغر. والحمام كنسميوه لي بيجون، الحمام كيتسمى بيجون. كولومب راه هي اليمامه، غريغر كنقولوا له بالدارجه. هما راه في شكل واحد، ولكن اللي كيعرفوا في الحمام مزيان كيربيو الحمام كيفرقوا ما بين الحمامه وهاد لا كولومب اليمامه غريغر. واضح؟ اذا نشوفوا دابا النص، نقراوه ونشرحوه.
Le printemps sur les murs. الربيع في الحيوط ديال الدار. Le printemps sur les murs. يعني الربيع حنا كيقول لك فصل الربيع راه في الحيوط. من كتشوف دوك الحيوط كيبان لك بحال راه حتى في فصل الربيع. Amine raconte à sa maman. Amine كيعاود لماما يحكي لأمه ce qu'il va faire داكشي اللي غادي يدير à l'école avec ses camarades. كيعاود لماما كيقول لها غنمشيو للمدرسة غنرسمو في الحيطة غنزوقو المدرسة ديالنا غنديرو داكشي زوين كذا كيعاود لماما. Maman, maman, aujourd'hui, je suis content. Quelle maman, maman, Dieu, elle a fait. Elle a choisi fait. Ouais, gonna. Nous allons peindre et décorer les murs de notre école. Quelle a radin sbro, on zoko, yani zin, on décore. Hiota diel mdrasna. Maman, avec mes camarades, quelle a m'azoumelaï. On va dessiner. Radin narasmo. Chasmo. Des champs avec plein de fleurs rouges. Arsmo hokoul. Fih bzef. Avec plein de fleurs rouges. Fih bzef de l'ouron l'hamra. Jaune. Osfra. Verte. Khadra. Et bleu. Wa azark. Voilà. Idan fih bzef de l'ouron l'hamra. Sfra. Khadra. Wa azark. Ton dessin va être très joli. C'est comme le printemps. Rasm dialek, gadi koun zwin bhal fasl al-rabi'. Et les autres camarades, zoumala al-akharin, ils vont dessiner, gadi nirsmo, des colombes. Liyamamat, hmam. Des colombes blanches. اليمامات البيضاء يعني الحميمات البيض sur les branches فوق الأغصان d'un très grand arbre فواحد شجرة كبيرة un très grand arbre واحد شجرة كبيرة يكون فيها الحميمات البيض. Le projet المشروع de votre coopérative scolaire مشروع ديال التعاونية المدرسية ديالكم est très intéressant Amin. مهم بزاف Amin. دابا ماما كتقولها له قلت له المشروع ديالكم ديال المدرسه راه مهم بزاف. قال لها هو مي سي ني با لو سول بروجي. قال لها ما عندناش غير مشروع واحد راه درنا بزاف فاش رتبوا فاش نقاو اللي حدا المدرسه فاش رتبوا ديك الكتبه ديال لا بيبليوتيك يعني داروا بزاف ديال المشاريع. قال لها مي سو ني با لو سول بروجي راه ماشي هذا المشروع الوحيد. قالت له جو سي. قالت له عارفه il vous reste la bibliothèque à ranger باقي عندكم المكتبه خصكم ترتبوها. واضح. نعاودوا نقراو النص. le printemps sur les murs. Amine raconte à sa maman ce qu'il va faire à l'école avec ses camarades. Maman, maman, aujourd'hui, je suis content. Nous allons peindre et décorer les murs de notre école. Avec mes camarades, on va dessiner des champs avec plein de fleurs rouges, jaunes, vertes et bleues. Ton dessin va être très joli. C'est comme le printemps. Et les autres camarades, ils vont dessiner des colombes blanches sur les branches d'un très grand arbre. Le projet de votre coopérative scolaire est très intéressant, Amine. Mais ce n'est pas le seul projet. Je sais, il vous reste la bibliothèque à ranger. هنا كيبان لك بان هاد الوليد كيحكي كلشي لماما. قال لها شنو عندناش شنو باقي لنا شنو خاصنا نديرو. نعاودو نقراو النص قراءه متانيه كلمه بكلمه بالنسبه للناس اللي عندهم صعوبه في القراءه. Le printemps sur les murs. Amine raconte à sa maman ce qu'il va faire à l'école avec ses camarades. Maman, maman, aujourd'hui, je suis content. Nous allons peindre et décorer les
murs de notre école. Avec mes camarades, on va dessiner des champs avec plein de fleurs rouges, jaunes, vertes et bleues. Ton dessin va être très joli. C'est comme le printemps. Et les autres camarades, ils vont dessiner des colombes blanches sur les branches d'un très grand arbre. Le projet de votre coopérative scolaire est très intéressant, Emine. Mais ce n'est pas le seul projet. Je sais, il vous reste la bibliothèque à ranger. Les outils maintenant, on va ou nous allons ou là ils vont. On va, nous allons, ça ne fait, ils vont, on va ou là il va. Nous allons, nous allons, ils vont, on a quelque souligné dans le texte, on va ou là nous allons, là ils vont, on va ou là nous allons, aujourd'hui je suis content, nous allons, tout maintenant, on va, on va, ils vont, صافي هادشي اللي عندنا نشوفوا دابا الاسئله ديال الفهم الاسئله ديال الفهم عندنا السؤال الاول كومون سابيل لو بيتي غارسون شنو هي سميت الوليد الصغير لو بيتي غارسون شنو سميتو نعم لو بيتي غارسون سابيل امين الوليد الصغير سميتو امين لو بيتي غارسون سابيل امين ثم عندنا السؤال كو فاتيل ديسيني افيك سي كامارات شنو غادي يرسم هو وصحابو كو فاتيل ديسيني يرسم افيك مع اصدقائه زملائه il va dessiner ou là نقولوا امين va dessiner امين غادي يرسم افيك سي كامارات مع الزملاء ديالو دي شون حقول فيها بلان دو فلور روج فيها بزاف ديال الورود الحمراء جون والصفراء فيرت الخضراء اي بلو الزرقاء ثم سؤال تالت اي لي زوتر كامارات او زملاء الاخرين كو فونتيل ديسيني شنو غادي يرسموا هما هو غادي يرسم الحقول وداكشي وهما شنو غادي يرسموا لي زوتر كامارات زملاء ديال الاخرين فون ديسيني غادي يرسموا دي كولومب دي كولومب اليمام الحمام الابيض دي كولومب بلونش يمامات او حمامات بويض سور لي برونش دي زارب sur les branches des arbres فوق أغصان الأشجار ثم السؤال الرابع quel autre projet vont faire les élèves شنو هما المشاريع الاخرى اللي غادي يديروا هاد الاطفال الجواب هو les enfants شنو غادي يديروا اخر vont ranger la bibliothèque اطفال غادي يرتبوا المكتبه la bibliothèque ثم عندنا الفقره المواليه je comprends mieux le texte افهم اكثر النص est-ce que Amin est triste واش Amin مقلق واش حزين relève la phrase qui le montre ولا كان حزين ورينا الجمله اللي كتبين الحزن ديالو كان ماشي حزين ورينا الجمله اللي كتبين الفرح ديالو واضح Amin n'est pas triste il est content Amin ماشي حزين راه فرحان شنو الجمله اللي كتبين انه فرحان هو هنا قال لماما قال ماما aujourd'hui je suis content اليوم انا فرحان يعني راه في الجمله كتاكدنا انه فرحان بصح هنا كومون اي لو بروجي دو لا كوبيراتيف دو ليكول بور لا مامون دو امين امين شنو رايها في المشروع ديال تعاونيات المدرسه واش زوين واش خايب واش مهم واش ماشي مهم اذا شنو راي الام ديال امين في داك المشروع اللي دايره
المشروع ديال امين. هاي الام ديالي شنو قالت له؟ قالت له لو بروجي دو فوتر كوبيراتيف سكولير اي تريز انتريسون. امين راه مهم بزاف. امين اذا لا مامون تروف لو بروجي تريز انتريسون. الام بان لها بان المشروع مهم بزاف تريز انتريسون. هنا قال لك سوليني dans le texte طرف النص على لي مو دو برينتون، على الكلمات اللي عندها علاقه بفصل الربيع. الكلمات اللي عندها علاقه بفصل الربيع مثلا لو برينتون هو امين راكونت ا سامامون سو كيل فا فير ا ليكول افيك سي كاماراد. مامون مامون aujourd'hui je suis content, nous allons peindre et décorer les murs de notre école. Avec mes camarades on va dessiner des champs. Ah, yeah. Les champs, avec plein de fleurs rouges, jaunes, vertes et bleues. Ton dessin va être très joli, c'est comme le printemps. Hein, le printemps. Et les autres camarades, ils vont dessiner des colombes blanches, qui sur les branches d'un très grand arbre. Un grand arbre. Voilà, je n'ai pas encore. صافي هذوما الكلمات فقط اللي عندهم علاقه بفصل الرابع. ندوزو جو دون مون افي، يعني نعطي الراي ديالي. هنا السؤال كومون تروف تو لي ديسان في بار امين اي سي كاميراد. كيفاش بان لك هاد الرسوم اللي دار امين والزملاء ديالو؟ حيت بعض المرات شي واحد كيبغي يرسم شي راس ممكن يديرو مبهدل، هو كيوسخ الحائط ماشي كيزينو. اذا شنو بان لكم نتوما، واش عجبوكم هاد الرسوم ولا ما عجبوكمش؟ إذا شنو نقدروا نقولوا على هاد الرسوم؟ لي ديسان سون جولي، الرسومات زوينين. لي ديسان سون بو، جميلين. إذا راهم زوينين. ندوزو السؤال الموالي، شنو قال لك؟ جولي أ أوت فوا، نقرا بصوت مرتفع لو باساج أون كولور دون لو تيكست، داك الطريف اللي بالألوان في النص. إذا نشوفوا النص فين هو الجزء اللي بالألوان، هو الجزء هذا. Ils vont dessiner des colombes blanches sur les branches d'un très grand arbre. Naudo. Ils vont dessiner des colombes blanches sur les branches d'un très grand arbre. Voilà. Numéro 1, le سؤال الموالي. السؤال الموالي هو j'améliore ma prononciation. يعني احسن من النطق ديالي. Ton. Bon. Son. Mon. Don. Pon. Don, danse, tombe, bon, tonte, ponte, tonte, entre, chante. شرحوا هذه. هذه غون هما دوك اللي قالت لك نديرو في ليب. مون ديالي، صون ديالو، دونس كتعني كثيفة مزدحمة، طومب سقط، بون هو داك الكرسي اللي كيكون ديال الخشب كيكون في الحديقة. Tente هي الخيمة، بونت هي المنحدى، لا بونت، طونت هي الخالة أو العمة، أونتخ هي دخل، أونتخ ولا بين شي جوج حوايج كنقولو أونتخ، شونت غنى. هنا الجملة مون ديسان إي كوم لو برانتون، مون ديسان إي كوم لو برانتون، الرسم ديالي راه بحال فصل الربيع. هنا لو بابيون ترومبل اي سون دور، الفراشه كترعد، ترومبل يعني كتقفز كترعد ترتجف، اي سون دور وتنام. نشوفو لو كوان دو بويزي، يعني الركن ديال الشعر. هنا كوان دو بويزي ركن الشعر، لا كونتين النشيد، النشيد شنو العنوان ديالو؟ لي بابيون الفراشات، لي بابيون. Un papillon bleu, un papillon rouge, un papillon tremble, un papillon bouge, un papillon rose qui vole et se pose, un papillon d'or qui tremble et s'endort. Oui, d'où les papillons, un papillon bleu, il y a farache à un papillon rouge, farasha hamra. Un papillon tremble, farasha tertajif katqfaz. Un papillon bouge, farasha katharrak. Un papillon rose, farasha wardiya.
qui volent et se posent, les catéroquettes ou les se posent. يعني كتحط فوق شي حاجة. Un papillon d'or, فراشة ذهبية, qui tremble et s'endort, les كتقفز ou كتنعس. واضح؟ نشوفوا البوام اللي عندنا لتحت. قصيدة شعرية. En fond d'un autre monde. طفل من عالم آخر. En fond d'un autre monde. Toi qui fais partie de la ronde. انت اللي كتنتمي لهذيك الدائره. لا روند هي ملي كتشدوا نتوما كاطفال كتشدوا كل واحد كيشد في يد الاخر وكدير واحد الدويره كبيره بحال ديك اللي كتغنيو افتحي يا ورده اغلقي يا ورده. هذيك هي لا روند, هي ديك الدائره اللي كديروا بيديكم. توا كي في باتي دو لا روند, توا كي نا با دو ميكرو اوند. انت اللي ما عندكش داك الميكروويف او الميكرو اوند, هو داك اللي كيسخنوا به الماكله, كيكون ديال الضو كيسخنوا به الماكله. اش كنقصدوا به؟ يعني انت راك في الباديه ماشي في المدينه, ما عندكش ميكرو اوند. ان موند كو تي انفونترا, واحد العالم اللي كتعيش فيه انت اللي صنعتيه, انت اللي بدعتيه, انت اللي خلقتيه. ان موند كو تي انفونترا, اللي غادي تخلقو نتايا تصنعو. او سنتيرا لا جوا, او سنتيرا لا جوا, اللي فيه الفرحه كتبرك تشع أو تبرق. سنتي هي تشع لا جوا, لأن بحال دابا الألماس أو الذهب كيبرك. سنتيرا لا جوا اي دون تي سورا لو روا, واللي في داك العالم اللي كتصنعو نتا راسك كتكون نتا هو الملك ديال داك العالم. واضح؟ لأنك تعيش في واحد العالم متخيل. وهذه هي الصفحتين 56 و 57 كملناهم. إلى اللقاء.